صباح النور أماني. يعني الاختصاصية بالعلاقات الاجتماعية أماني، كيفك؟ تمام والله بخير. يعني قد ايه مهم الصداقة بحياتنا؟ أولاً عرفي لي شو يعني صداقة؟ الصداقة هي علاقة قوية على فكرة، بس بلشت من زمان. يعني إذا بنرجع للعصور القديمة بلشت هاي العلاقات، إنه بلاقي ناس بيشبهوني، عندهم نفس الميولات، بحبوا يعملوا نفس الأشياء مع بعض، بصيروا أصحاب. فكان دائما في الناس دائما بتدور بتبحث عن حدا بيشبهها، أو حدا بيحس حاله بيقدر يحكي معاه بسهولة، أو بيقدر يتواصل معاه، حتى لو كان هذا الشخص ممكن أتواصل معاه بلغة الإشارة والعيون، بعدين بتدخل بمجالات أوسع. نعم. فدائما إحنا بنبحث عن الأصدقاء سواء بطفولتنا، فبالمدرسة بنكون بدنا نلاقي حدا صاحب، وكانوا كتير يحكوا لنا الصاحب ساحب فانتبهوا. بس نكبر بيكون بدنا هدول الأصحاب اللي كل شيء نحكي لهم إياه، ودائما بيكون في عنا، أنا عندي صاحب بحكي له كل أسراري، فكأنه كل اللي جوانا المكنون القلبي الداخلي. بعدين حتى لما نكبر أكتر بصير في علاقات بين العائلات مبنية على صداقة، هاي العيلة من أصحابنا، هدول الناس أصدقائنا. بس في أصدقاء أماني هني لتمضية أوقات الفراغ، اليوم كان سؤالنا عن كيف تمضون أوقات فراغكم، وفي أشخاص هني تيكونوا سند أو كتف نبكي عليه، ومفترض طبعا أنه يقبلونا مثل ما نحن يقبلونا بكافة أوضاعنا. صح. إلى أي مدى يمكن أن نجد هؤلاء الجواهر، هذه الجواهر إذا صح التعبير؟ فعلا زي ما حكيت الصداقة هي ثلاث أنواع، صديق المنفعة وصديق البتعة اللي هو بروح وبنبسط معه وبقضي وقت معه، وصديق الفضيلة بسموها اللي هي الأخلاق والمحبة والتقبل. هلأ عالميا حسب الدراسات إنه لكل شخص بالعالم صديقين، قلت النسبة، كان عدد الأصدقاء أكثر مع التكنولوجيا، والناس اعتمدت على إنها تفضفض لأماكن مختلفة، صار يقل عدد الأصدقاء. والأصدقاء الحقيقيين اللي نحنا فينا نكون معهم زي ما نحنا، ما نقعد نتصنع، ما نقعد نخبي بعض الأشياء، فعليا يمكن يعرفوا كل شيء عنا. حتى أكثر مرات من عائلاتنا، يعني بتلاقي حالك ممكن تكون تحكي مع صديق عن كل إشي بحياتك. نعم. أكثر من ما تحكي مع أهلك بالبيت. صحيح. أماني، ولكن في الكثير من الأشخاص مثل ما حكيتي بيطلقوا الكثير من النصائح والتصاريح حول أنه الصديق بدك تنتبه منه، مش دائما تعطي كل شيء عندك لإله، ممكن يحكي عنك. المفاهيم الخاطئة عن الصداقة خبريني عنها. هلا بالتأكيد احنا بنبني الصداقة على علاقة كتير قوية اللي هي الثقة. يعني في مجموعة اختبارات نحنا واحنا مارقين فيها مع اصدقائنا بنكون باللا شعور عم نختبرها لنطور هاي العلاقة اكثر واكثر، وهي زي عملية البناء. انت عشان تبني بيت بدك تبني قواعد اساسية لإله، فهاي القواعد منها الثقة، منها اللي احنا بنسميها الاعتمادية المتبادلة. يعني انا اليوم بعتمد عليك ببعض الاشياء وانت بتعتمدي علي. كمان منها العطاء، انه ما فيني اليوم اوقف عطائي لصديقي عشان انا تعبت او اتضايقت او انا مشغول او انا، فهون بتبلش الصداقة تخرب لما ببلش الشخص يبعد. فهاي العوامد او القواعد الاساسية بتعطينا اقوى، فبتصير في عنا قوة في الصداقة، وبيضلوا الأصدقاء طوال العمر. في ناس بقول لك أنا عندي صديق من وقت طفولتي، صحيح. في ناس بقول لك عندي صديق من الجامعة، في ناس هلأ بقول لك أنا هلأ في حياتي في أصدقاء، ما بالنسبة إلي كل اللي راح كأني بعرفهم من زمان. نعم. طيب أنتوا بعلم النفس طبعا بتقسموا حياتنا لحياتين، حياة مهنية وحياة عاطفية، والحياة العاطفية بالإجمال من ملية بحبيب أو شريك حياة. هل إذا ما تواجد هالشريك الحياة ممكن الصديق يحل محله؟ هون بدنا نفرق بين الصداقة والحب. هلا عادة الحب أفضل أنواع الحب والعلاقة بتكون قوية إذا بدايته صداقة، لأنه بتكون أنت على طبيعتك مع هذا الشخص عم بيعرفك زي ما أنت وعم بيحبك زي ما أنت، ممكن يتحول إلى حب، صديقك يتحول لحبيبك يعني. ولكن الحب بنضاف له عنصرين أساسيين، اللي هو الشغف بهذا الشخص وقدي أنا بكون حابب أقضي وقت معه، ووجود رغبات جسدية وجنسية،
والإشي الثاني اللي هو الرعاية أو العناية، يعني بعطيه عناية فائقة، بصير أخاف عليه، بصير بالنسبة إلي أنا المسؤول عنه، أنا الشخص المهم بحياته، أنا بدي أدافع عنه، فهون بتتحول العلاقة لحب. فكتير مهم نفكر بين هاي صداقة ولا حب. بس إذا ما قدرنا لقينا شريك الحياة ممكن نتعبى عاطفيا من الصديق، ولكن الحب جميل أنه يكون جزء منه طبعا صداقة، صداقة يعني وبيطول أكثر. يعني كل دراسات علم النفس بقول لك العلاقة تدوم أطول إذا سبقتها صداقة. نعم. إذا حبيبك حاليا كان صديقك أنت صديقتنا اللي بنفتخر فيها واللي بنحبها طبعا. أماني جوزع الاختصاصية في العلاقات الاجتماعية نورتينا. إلى حلقات لاحقة إن شاء الله.